الحمد لله. أم عبد الله من السعودية تسأل عن هل للمرأة الحائض أن تصلي على الجنازة في الجامع؟ المرأة الحائض لا تصلي الصلوات كلها، لا صلاة بلا ركوع وسجود وهي الجنازة، ولا صلاة نوافل ولا فرائض. وأما دخولها المسجد والمصلى فإن كان عبورا فلا بأس به، أما أن تمكث فيه وتنتظر تعزي فيه فلا يجوز لها ذلك، لأنها في حالة جنابة، والله جل وعلا يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والله أعلم.